السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود يتكبراتشو إثيوبيا ويان وندموشينا توشي دمن الله تشولين بيا الله تشوبت يا الله سلام أزنتنا بركته له الله تشوم يوننا بزاري ولات يجي الله تشويك الربكوت في تلافيت اندمي تاياتشو تقراي بالجزيرة كاميرا لما جمّر جيزي تقراي أكبابي اللو بتلي بواناو كتماوش أكبابي اللوت يتقرنت هيداتوش كاقومو بوهالانا كترقاقا بوهالا منم أينات يا بريس ويمدقمو يوج عالمي هنا قايت أنيوش قبتو عالزقابوم يبال نبر سلازي لما جمّر جيزينا لاهون نو يقبانو ميلوتم الجزيراوش يهنن قبتو يادرقوتن زقباوش بتعم سووش يتكوابلو تيقينيالو بزو واندوموش ناهتوش تككلينيون ترقوم كانتا مسمات مفلقال لن بلونيال اني يهاجر وست بتليم يا وست بولاتيكا غار يتهيازو بزووش سلمين نقاقرو بات اسكزاري درس با ጦርነቱ ጉዳይ እንኳን በዳር ዳርም ሆነው አልጀዚራዎች በጣም ዲቴል የሆነ ነገር በዘገቡ ጊዜና በተለይም መንግስትን ያማከለም ይመስሉ አስተያየቶችን ያሉበትን በተቻለኝ መጠን ስርቅ ነበር ግን አሁን ያለው ግፊትና ለምንድነው የኛ ሲሆን ብቻ ያልተናገርከው የሚሉ ወንድሞችና እህቶቼ በጣም ስለበዙብኝ ይሄን አንድ ቀን ከግማሽ የመንግስቱንም ያሁኑንም ሲያወሩ የነበሩትን አልጀዚራ የሁሉንም አንድ ላይ በጣም በቅንጭብጭብ የተገኘውንና ፊት ለፊት ዩቲዩባቸው ላይ ያስቀመጡትን ለመተርጎም መጥቻለሁኝ ስለዚህ ለጉዳዩ ሙሉ የሆነ ኢሜጅ እንዲኖረን ነው ሁለተኛው በርዕሱ ላይ እንደተከሰተው ሙሊቱን በተመለከተ ከውይይቱ ባሻገር ማለት ውይይቱ ተደርጎ ነው የሚሞላው ወይስ ሳይሞላ ነው የሚል በጣም ብዙ ወንድሞችና እህቶች ጥያቄ ሆኖባቸው ስላለ በመንግስት በኩል የተወሰደውን እርምጃ በተመለከተ የሚያሳይ ሆነ አሁንም አጭር የአልጀዚራ ዘገባ ስላለ በሱ ላይ ተወሰነን እንነጋገራለን ለማንኛውም ሁላችሁም በተቻለ መጠን ለወንድሞች ለህቶች ብዙዎች እንዲሰሙት አሁንም ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እንደዚሁም ደግሞ ከፌስቡክ ላይ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ከ ዩቲዩብ ላይ ጀማል ኡስታዝ ጀማል በሽር የሚለውን የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ቢያንስ አድርጋችሁ ብዙ ቁጥሮች እንዲያዩትና ብዙ ሰዎች አብረው እንዲሳተፉ በታግዙ ደስ ይለኛል እንግዲህ ወደ ትርጉሙ በመገባበት ወቅት በአሁኑ ሰዓት ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ጣንቃቃ የሆነና ቃል በቃል የሆነ ናፈጣን የሆነ አተርጓጎም ነው ቢኖርን ከጉዳዩ መነሻ ጀምሮ ትግራይ ማናት ሚል በጣም የሁለት ደቂቃ የተሰራች ቪዲዮ አለች ከሱን ጀምራለን ከዛ ያልን ሌሎቹንም አብረን እናያለን اقليم تيغراي يعرف بانه موطن شعوب تيغرايان وايروب واكونوما ሶስት አገሮች የሚኖር ወይም ሶስት አይነት ህዝቦች የሚኖሩባት ተብላ የምትታወቀው ትግራይ በትግራዋይ ወይም ደግሞ ተጋሩ ባሁኑ ቅርብ ጊዜ ነው ነው የሰማሁት ይሄንን ተጋሩ ወይም ትግራዋይ እና ዩሮፓ ሚላቸው ወይም ዩሮፕ ነው ሚለው ቃሉ እንደዚሁም ደግሞ የኩናማ የሚል ሶስት አይነት ህዝቦች ያሉበት ናቸው ይላል በቀጥታ ነው መተረጎሙ ምናልባት ቃላት ከተሳሳትኩኝ ታርሙ እክሊሙ ትግራይ يعرف بانه موطن شعوب تيغرايان وايروب واكونوما عاصمته ميقلي وهو خامس اكبر الاقاليم الاثيوبيه العشره من حيث عدد السكان بهزب بذات كاسرو يا ايثيوبيا تالالاك كتموج خمسنيا قطر يميز نو يا تيغراي يا مكليو كتما يلال نعم 84 ويم 84722 ويم اولموست 85 سكوير كيلومتر صفات يالو نو مساحه الاقليم تبلغ نحو 85 الف كيلومتر مربع يحده من الشمال كما تشاهدون اريتريا والسودان من الغرب ت
تجري ب سمين بكل بسمين بكل إرتريا بمقرب بكل دجمو السودان بمسرق بكل عفار نا بدوب بكل أمارة يوسنوتها الليلة وإقليم أمهرة من الجنوب وإقليم عفار من الشرق والجنوب الشرقي. وبالنسبة لعدد السكان تقول حكومة الإقليم إن تيغراي يمثلون اليوم 9 ملايين نسمة في الإقليم. بتيغراي يا حزب قطرن بتملكته 9 مليون يدرسالو سيلو يا نا اكبابيو يالوتنم يا تيغراي كلوچ اكاتو ب 9 مليون اندميغمتو يا تيغراي كلل مستدادر تاكسولنا ليلال كليم والاقاليم المجاوره. تتكون حكومة تيغراي من السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس يا إقليمو ويم يا تيغراي كلل أوك أكر كلاي يا راسو يا تيغراي كلل مستدادر ليك أمام بارو ويم دقمو بريزدانتو ينورالو السلطة التشريعية ويمثلها مجلس الدولة بجن هجاوي يهونونا ويم دقمو يا هج أفتس أسعمن بتملك كتنمو كمنجست كلاي وانو يا منجست بوتالي تكمتو سوچ يميوسنو تيونال والفرع القضائي الذي تقوده المحكمة العليا للولاية ليلاو يا فرد بيتن بتملك كتن وانو نا ما أكلاويو منجست يميمراو يهونو فرد بيت يسون تكتا يهونا فرد بيت دقمو با يكللون دالهولو بزام فرد بيت يميتدادروناتشو جبهة تحرير تيغراي كانت تقود الحكم في إثيوبيا منذ عام 91 حتى أبريل 2018 1991 جمرو اسكولت شا 18 درس አሁንም ትግራይን በማስተዳደር ያሉት ህውሃቶች ወይም ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የሚባሉት ናቸው ولفهم اكثر علينا ان نتذكر احداثا شهدها الاقليم في الاشهر الماضيه ና ይህንንም ጊዜ በኢትዮጵያ አጠቃላይውን ፍርድ ማለት ነው አጠቃላይውን አገሩን በመምራት የነበሩበትን اكثر علينا ان نتذكر احداثا شهدها الاقليم في الاشهر الماضيه እንግዲህ ጉዳውን የበለጠ ለማወቅ ስለ ተፈጸመው ቀድሞ ከጦርነቱ ወይም በትግራይ ህውሃት ላይ ተወሰደው ርምጃ ጉዳይን በደም ጠለቅ ብሎ ለማወቅ መጀመሪያ የምንረዳቸው ነገሮች ሊኖሩ ይገባል ይለናል في التاسع من شهر سبتمبر اجرت حكومه اقليم تيغراي انتخابات في الاقليم متجاوزه قرار الحكومه الفيدراليه وال يا ب99 2020 ላይ يا تيغراي كلل يا هجا منغستون ويم دغمو يا ماكلاوي منغستوننا اندزيوم بارلامونم يا تصدقون يا مرجا متلالف ويم غيزيون ماستلالف هيدت بمقارن مرجا فصم ويلنال برلمان الايثيوبي بتاجيل الانتخابات يهم بارلاموم هنا منغست ماكلاوي منغست የምርጫ ሂደቶችን በሁሉም ክልሎች የመዘግየቱን ሁኔታ ወይም ደግሞ የማስተላለፉን ሂደት ጥሰው መርጠዋል ነው የሚለው وانتخب رئيس الجبهة ديبريتسيون جابري ميكائيل رئيسا للإقليم بزهم يا كللو بريزيدانت ديبريتسيون جابري ميكائيل هونو تمرطه يمتاقوتن نو منغراچو جن ከእስከ ማለት የመንግስቱን ቀንሶ የዛኛውን የሚያወራ ወይም የዛኛውን አውርቶ ይሄኛውን እንትን ሳይል ይሄኛው ከተወራ እንትን ይሏል ምንድነው በዚህ የመንግስቱን በኩል ያለውን ካወራን ምንድነው ብልጽግና ሆናችሁ መንግስት ሆናችሁ ምናምን ይሉናል የትግራይ ክልል ላይ ደግሞ የተከሰተውን ትክክለኛውን ሰናወራም ያው የሚያወሩትን ያወራሉ ስለዚህ አሁን እኔን አይወክልም ማወራው ነገር አልጀዚራ ላይ የተባለውን ብቻ ነው ማስቀምጥላችሁ واعتبرتها أديس أبابا غير دستورية بزيهم مرجعون يا أديس أبابا وي ما أكلاوي ومنغست فيدرالو منغست تلون مياستدادرو منغست يهنن مرجع تك أبباينت يليلو هقاينت يليلو مرجع سيل فرجوتال وفي الرابع من شهر نوفمبر وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المنتمي إلى عرقية أورومو بأرات أسرهند 2020
يا فرنجوتش أكوتاتر يا هج ماستكاكيا ليهون بميتشل ملكو يا إثيوبيا يا تكلم منسترو بأورومو كأورومو يتمرد أتمالتنا ويم دجمو كأورومو زاري هونوتنا ميلاتشو بس أتشو مسألة قوات الدفاع بالتدخل لفرض النظام الدستوري والتصدي لجبهة تحرير شعب تيغراي يه يا تيغراي كلل يوسدو ارمجا تككل على مهونوننا هقاوي هنا قدين لما سكبر مكرا أدرقو نبرا إلى وإثر ذلك أعلنت الحكومة الفيدرالية حالة الطوارئ في الإقليم وتشكيل إدارة جديدة له، وفي اليوم نفسه أقر البرلمان الإثيوبي رفع الحصانة عن 39 من قادة الجبهة. بس ديهم مسارات منجست يا ميفلقونا بفيدرالو يتوكرا يا كللو مستدادرن كأواكرا بوهلا با كل لولاي وده سلازت أني مدرسو يهونو يا على مكسس مبتين براتشون هزبوش يعنين وين بالسلطانات يعنين سلطان أنستو باتشوال ينوميلا. جبهة تحرير شعب تيغراي للإشارة هيمنت على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى نحو 3 عقود، وخاضت حربا حدودية مع إريتريا أسفرت عن مقتل 10,000. يا تيغراي كل يهوهات مريوج با إثيوبيا لسلاسة أمت يميت أجا يهونا يهال جزي إثيوبيان سيستدادرو قويتوال بزيهم كا إرترا غاردقمو تورنت قتمو كا بأسر شيوش يميكو ترو هزبوش اندي ألقو ويمدقمو اندي موتو هونا علي لنا. يه عند مقبيع سلة تيغراي يتكستة قداي ويتيغراين مقبيع بلو يزقبوت يزقبع سيهون قاتلو يمنايو با الجزيرة بكتتا با تيغراي بكل تيغراي وستقبتو سامونون يادرقوتن زرزر هنيتان. قصة الحرب التي مضت ولم تمضي يا تيغراي ياللفهم عهن ياللوم ويمدقمو ياللفهم يهونو يا طورنتو هدت بتملكتا إلنا تروى هنا في مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمالية أثيوبيا يا إثيوبيا سمينو كل اللي بتيغرايوش يمين قربت يهونو هنيتاوش ويم النسو اندمين قروت مالت الخوف والترقب والغضب والاحتقان يخيط واقع المدينة فرحات عندانت شقروش يتلايو عندانت مندرو مفرات يمسا سلوت النقروش با هاجروا لي اندزيه سفيتي يالا بس فيتو ملكونو بتلاي درجو يميتاي هونو علي لنا الجزيرة ضمن أول فريق إعلامي عالمي يدخل العاصمة مقلي بألم لما جمّر جزي يا تيغراين كتما بمزقب درجة كألم ومالت كهاجر وجي هنا يا زينا أوتارنا ويلنا لقد وجد هؤلاء الناس في الجزيرة منبرا سوتش بزيه أقات أمي يا الجزيران مسكوت أقات أمي نوبلو لم تكن مكرو نبرانو ميلن بعد أن غاب صوتهم لأربعة أشهر عزلت فيها المدينة لا أردت ور مدينة ويمدمو كتمو كبرس ويمدقمو كوچو عالم زقبا كتلي بوهالا عنو سرح يلن البنية التحتية مدمرة ومسارة تاوي يهونو يلمات أو تاروش ودموال الخدمات الأساسية غائبة واننا مسارة تاويونو يسرفيسم هوني تاوش يلونم لا يوجد أمان نريد أن يعرف العالم معاناتنا أمن ويمدقمو سلام مبالون عتنال بعالم درجة يالو تسوچ هلو اندياو كلن انفلقالن ارترا منقستاتيو وتادر
لماذا حدث ما حدث؟ القوات الإرتيرية ارتكبت انتهاكات بشعة. لمن دنو يه يتكستو نجر يتكستبن إرترا والتدروج بدأم كفو يهونو نجروجن بنيالاي فتسمو بنال. نريد محاكمة كل مرتكبيها وخروج القوات الأجنبية من ديارنا. هلوم ماني يوم مدفو نجر يسربن وانجل يفتسمو بن هلون اندي تساسواتشو انفلقالن عندهم مانينيوم أجنبي مالت ليلة أكالي هنا والتدر كاكل للاچن انديوتا انفلقالن. جبهة تحرير شعب تيغراي حكمت عمليا إثيوبيا منذ عام 91 إلى عام 2018. يا هوهات أجازاز بإثيوبيا لي كأسرازتين زت أنا عند سكا أسرازتين سكولت شي أسراس من درس. الجبهة أعلنت ما يشبه التمرد وانخرطت في قتال مع القوات الحكومية. ب يهوهات الجزاز ب وناو يا مأكلاوي من جستلاي عمسن وسنو ك مأكلاوي من جستجارة تجلن وسنة ويم تجلن مرتة. بداية نوفمبر الماضي إلا أنها غادرت المدينة حين حوصرت كيل. نجرجن يا نوفمبر بالفو مالتنا كذا جزي بحالا ما كتموش مبالوت بوتاش لي ان داينرو هنو ملو بملو واتوا علي لنا يا هوحات أكال. لا تدمر شواهد قليلة على الدمار لكن يبدو أن ثمة شيئا ما كس يا بتعم يا توسن وأكبابيوش لاي تشجروش عند الرسول يا سيا الليل نجرجن يان يهل بتعم كبد يالهون عند مالت نو أن نجاجر زي قاعد جموع له عند دوتش من مدينة حوصرت كي لا تدمر شو مدينة وا ويم كتموا عند تتفا ويم دجمو ملو بملو تشجر عند يدر سبات بماتر ويم دجمو زوريان بمكبب يا تيازج ناتي واحد قليلة على الدمار لكن يبدو أن ثمة شيئا ما كسر في الثقة بين الإقليم والحكومة المركزية يستدعي كما يطلبون الجبر. بدأم تجنا يميفلق يهونا بوانا ومنجستنا بتجري كل المحكل وين بتجري هزبوش محكل يا متمامن هيدت لي صبر يميچلو چگروج يتفطربت بيمسل ملكو يهونو ستاتوچالو انزا ليتحكمو يچلو يهونال ليلا في اقليم تيغراي معاناة انسانية عميقة بتيغراي بدعم حزباوي يهوننا يسو سووش لا يدرس هنا ويمسبعوي هنا جلس هنا چگروج علو واتهامات بارتكاب انتهاكات خلال الحرب يهم بتورنتو هيدت محكل عندو عندون بموكس لاي يتمسرتو يهونو تفاتوش تفتصموا عالليلا ين يارجو مالتنو اتهامات مالت بعربين انتقادات للحكومة بسبب ما وقع وخوف وتوجس مما قد يقع هذه با واناو منجستلاي وكساوشن يميورورو سووشالو በሌላው በኩል ደግሞ የተለያዩ ወቀሳዎችን ለሌሎች የሚወረውሩ አሉ። በዚህ መሃል ከተማው ወደፊትም ችግር እንዳይገጥመው የሚፈሩና የሚማጸኑ አሉ። وغيرها تحديات تواجه الحكومة المركزية في أزمة يرى البعض يه በጣም የመንግስት ሐላፊነት የሚጠበቅበት የሆነ ከባድ ስራ በጫንቃው ላይ تلو يالفنا ويلا أن تداعياتها لن تقف عند حدود الإقليم سلازيه بزيه مكنيات يدرسو يهونو تشجروج بزيهو كل اللي يمايك أرو يهونونا عالفو يميهدو عند هونو يميسفرو يهونو ناتشو إلنا. في نوفمبر الماضي عينت حكومة مؤقتة جديدة بالفو نوفمبر لاي يا تجري ما مندنا ميبالو جيزاوي أستدادر توسنوال وإليها حملنا مشاهداتنا ونستطلع هل احتمال السلام أقرب أم الحرب ودن السم بمهيد كذيبو حالا لسلام نو كا
قربي هنا تشوت ويم سلام متاقيني مسلا تشوال ويس بلن تياك ايه اقربان الله تشونا بر بمجبريات هنتات هاجمت جبهة تحرير شعب تيغري الجيش الفيدرالية في الإقليم بكللو يا هوهات ويم يا هزباي وياني هارنت جنبار يا ما أكلاويو منغست واتدروشن أتاكو وهو ما تسبب في انكشافه ما سمح يهمنو قداوشن ويم أكبابيون كيف تياد الرقونا هل القوات الإريترية بالدخول يا إرترا حيلوش اندي قبو ياد الرقو وقد تم ذلك دون رغبتنا يهمي هونو يالف اللاغو تاتشن نبر الحكومة تعهدت بالتحقيق في الانتهاكات وضم منغست ويم منغست نوميلو منغست كذيبو حالا مانينيوم ستاتوشن ويم دقمو قفوشن بميفتس مولاي حالا في النتن وسدو يسرى مهونوننا بزام لي قال قبتوال ماني توزيع المساعدات لنحو 3 ملايين شخص من ضحايا الحرب يمتنزيهم بزيه تورنت مكنيات لا تقودو كسوس ميليان بلاي لهونو هزبوج يرداتا ما كفافل سرام لي تتأمدوال ويم بما كفافل لي قال قبتوال تلون نصف سكان الإقليم يهم مالت كماشون يميدرسو يهونو هزبوجن بمردات لي بتملك تايلا الجميع يصلون ويتمنون أن تنتهي معاناتهم هلوم اندي حينتو تشجروش اندي وقد اللاتشو ايات الليونو ايات مادسانونو مع دخول المساء يبدأ حضر مسائي للتجوال يأملون من بعده أن يكون غدهم أفضل من أمسهم رأفة الرفاع الجزيرة من مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمالية إثيوبيا كتحي متلك غارة يا ساعات اللفهم سلمينور بميك التلوكن كتحي غار أبرو والتودقمو الديسيونة هيوتن يمي منيو هزبوش ياللوبات كتماويم ياللوبات أغرنا عتلنا إهن دزيه كاين بوحلا ليلاو دزيهو الجزيرة بزيهو قدعي غارة يزقبون دقمو أبرنا نعلن أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد استكمال ما أسماه مهمة إنفاذ القانون في إقليم تيغراي دكتور أبي أحمد يا إثيوبيا تكلاي مينستر با تيغراي كلل يهج ماسكبر تبلو يتجمرون هيدت اندفت أمو تناقرون لذلك في أول زيارة لأبي أحمد لمقلي عاصمة الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية يا وتدراويو يا سرعات ماسك برهيدت كتجمرة جزي جمرو لما جمرة جزي مكالي بقبوبت جزي نبر يهنن يتناقرد قبل أكثر من شهر أقل يهن مالت كأندور بفيت ويم كدم بلو نباري لنا يا أحمد إن الانتصار على جبهة تحرير تيغراي درس للجميع مشيرا إلى أن با تيغراي لاي يتفدس امو يهونو يه يهج ماسك برهيدت لهلوم تمرت يميهون قدينو سيلو قلتوال حكومة ستعمل جاهدة لإعادة تأهيل الإقليم يا إيتوبيا منغست هلوم كللوش تنابونا تككلين يهونا أسرارا اندسارو با منغست بكل ترات يدرقال قوات الجيش ليست قوات لحزب الازدهار ولا لأبي أحمد بل يه يا إيتيوبيا مع كلاويو والتدر فاتسمو يا دكتور أبي أحمدم ويملقمو يا بلتسقنا بارتي والتدر عيدلم للشعب الأثيوبي لقد يلك أنم يه والتدر لحزب يميسرا يهزب والتدرنو كانت مهمة إنفاذ القانون في إقليم تيغراي كذيبو هلا بتيغراي لاي ينبرو يهج ماسكبر هيدت ودا متناققو نو ويم تتناق هذا الانتصار يجب ان يتعلم منه الجميع يه دلجن يه هيدت جن يا هولوم اكبابي تمهرت يميوسدبت يهونا قداينو من اجل ضمان استمرار وحده اثيوبيا يهم نو يا ايتيوبيان عندنتنا يا ايتيوبيان تنابو هيدتن يمياسك التلونا سنواصل تقديم المجموعة الإجرامية للعدالة
ሌሎች በዚህ በጥፋት ላይ የተሰማሩ የነበሩ እና አጋጆች ተባባሪ የነበሩት በሙሉ ለፍርድ የሚቀርቡበት ሁኔታን እናመቻቻለን ወይም ማንኛውም ጥፋተኞችና ወንጀለኞችን ለህግ የምናቀርብበት ቀን አለ። والانتقال الى التنميه يجري العمل ከዚህ በኋላ ወደ ልማት የምንንቀሳቀስበትና ወደ ሥራ የምንጓዝበትን ዓለም ነው የምናየው። بان على اعاده تاهيل البنى التحتيه واعاده خدمات الاتصالات والكهرباء ባንኛውም መሰረታዊ የጠፉ የሆኑና ኢንፍራስትራክቸር ማለት ነው የመሰረታዊ የሆኑ የልማት ሂደቶችና ወይም ደግሞ የጠፉ የተበላሹ የሆኑ የህዝብ መገልገያዎችን በሙሉ እንደገና ማደስ እና መስራት ግድ ይለናል ብለዋል። تقديم المساعدات الانسانيه لسكان الاقليم ودعم المتضررين ኦሮሞ አማራ ማንኛውም የተለያየ ጉዳት የደረሰባቸውን ህዝቦች ምንም ይሁን ምን ከደረሰባቸው ችግር ደግሞ ለመታደግ ሥራዎች እንሰራለን ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይሄ ነው እንግዲህ በትግራይ በኩል ያለው ከሁሉም በኩል ከመንግስትም ከእንደዚሁም በአልጀዚራ ውስጥ ገብቶ ከሁሉም አቀናብሮ የሰሩት ቪዲዮዎች ከትግራይ ጋር በተያያዙ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በአጠቃላይ በምንም ይሁን ምን እኔ ከዚህ በፊት መደግመውና ሁሌ የምነግራችሁ ነገር አለ። ህዋት ማለት በሀገር ላይ ለብዙ ጊዜ ያው ለ30 አመት የሚدرس ያህል ህዝብ ላይ ተቀምጦ ሁል ጊዜ በ99.9 ወይም ከዛ ባነሰ የተወሰነ ወይም አንዳንዴ በዛ ነጥብ ያለፈ ያሸነፈ የጨፈለቀ ሀገራችን ሲገዛ የነበረ መንግስት ነው። ይህ መንግስት እንደለመደው በትግራይም በኩል ደግሞ ከገባ በኋላ አሁንም መንግስትን የሚቀረን የሆነና እኔ ብቻ እንደፈለኩ አደርጋለሁ በሚል አይነት መልኩ እንደሄደ ነው ለኔ የሚገባኝ። ስለዚህ ሁሉም ክልሎች ምርጫ ባላደረጉበት ብቻዬን አደርጋለሁ ብሎ መሄዱ በራሱ አንድ አፈንጋጭነት እንደሆነ ሆኖ እንደው ይሄን እንኳን ብንቀበለው ግን ከዛው በኋላ ደግሞ በሰራዊቱ ላይ ከፈተውን ጦርነት ምናምን የሚለውን ሰምተናል በዜናው ላይ። ከዚህ በኋላ ግን መንግስት ሁለት መንግስት አገር ላይ መኖር ስለሌለበት የኔ እምነት ነው መናገረው። ስለዚህ መንግስት የህግ ማስከበርን ሂደት ሄዷል። በህግ ማስከበሩ ሂደቶች ወቅት ላይ ስተት የሰሩ ወታደሮች ምንም ይሁኑ ምን ከየትም ይምጡ ከየትም እነዛ ሰዎች ወንጀለኞች ናቸው፣ በአላህ ፊትም ይጠየቃሉ። እንደገና ህግ ደግሞ እንደው ኔታዎች ተመቻችተው ትክክለኛ ህሊና ያላቸው አቋም ያላቸው ሰዎች ደግሞ በመጡ ጊዜ እነዛን ሰዎች የሚተሳሰቧቸው ቀን ይመጣል ብዬ አምናለሁ በማንኛውም ሁኔታ። ስለዚህም ሊፈረዷቸው ይገባል። በትክክል በተባለው በህዝብ ላይ ስቃይ ያደረሰ ወንጀል የፈጸመ ማንኛውም ከህግ ማስከበር ውጪ የሰራ ሌላው ኤርትራ መግባት አለ መግባት ተገደው ነው መንግስት ሳይፈቅድ ነው ምናም ሚለው እንዳለ ሆኖ በኒ እምነት ግን ልክ ኢራቅ ቦምብ ወይም ኒኩለር ቦምብ ይዛለች ወይም ጥፋት አጥፍታለች ወይም ኮይት ላይ ገብታለች ብለው የተባበሩት መንግስታት ብለው ማት ሀገር ሆነው እንደጨፈጨፈዋት ህወሓትን ሀገር ላይ የሚያደርሰውን ጥፋት ለመታደግ ሲባል የዓለም ሁሉ ወታደሮች ተሰብስበው ቢቀጠቀጡት ለኔ ደንታ የለኝም። መጥፋት ስላለበት በሙስሊሞች ሆናችሁ የምትከራከሩኝ ካላችሁ ነብዩ መሐመድ ራሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትምርታቸውን ከማስተማር የሚያግዳቸው ከሀገር ውጡም ይላቸው ወደ አበሻም ያሰደዳቸው ምናምን የነበሩትን ህዝቦች በሰላም አብረን ኖራለን ካሉ ከአይሁዶች ጋር ሳይቀር የጋራ ስምነት አድርገው እነዛ ጣዖት አምላኪዎችን ሲዋጓቸው ነበር። ስለዚህ በአመለካከት ሁሉ አንድ ያልሆኑ አካሎች አንድ ላይ ሆነው ጥፋት የጋራ ጥፋት አጥፊ ነው ያሉትን አካል በማጥፋት ላይ ችግር የለብኝም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የሰላማዊ ሰዎችን ላይ ጉዳት ግን ያደርሱ የሚለው ላይ በፍጹም አልስማማ። ስለዚህ የደረሰ ጉዳት ካለ እነዛን ጉዳቶች ሆን ተብለው የተሰሩ ከጦርነት ካዥዋሊቲ በጣም ካቀም በላይ ከቁጥጥር ውጪ የሆኑ ካልሆኑ በስተቀር እነዛ ተጣርተው ከዛም ይሰራ ከዚህ ከዋቱም በኩል ይሰራ ከመንግስት በኩል እነዛ ነገሮች ተጣርተው እነዛ ወንጀለኞች ላይ የሆነ ጥፋት ጥቃት እንዲወርድባቸው እመኛለሁ። ይሄ ይመስላል ባጭሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ምለው። ቀጣይ በ
عباي قداي بعباي مليت لاي مكناتهم يا عباي مليتن بتلي كزي قارن ديت موراتن دو تحالة كالاتشوين عند بتعام إسلامو يونا مسالي هلوم يوسفن عندهم إسلامو يبتشار اللم بيت الكريستانم يمي استمروت يونا النا مسعف قدس لاي الله استمرونو نبي الله يوسف ويم نبي يوسف با بالسر ونجل أسر بيت تور وروال با أسر بيت است إيالاقن يزا منغست بدلن يو منغست أستداداري هلماية هلموغن يهزبوچن هلو أتك علي قد يميوس النبر هلمو من دنو هلمو سبات وففرام يهونو انسا ساوچ ليلة سبات كتاچن يهونو تن سيبالو أتشو أي يهونو يالو نغوسو نغوسو أمان يادلم ويم يتكبر سوادلم يساندوم ياسرونو يوسفن بتفات مالتنا جن ياسرون أجر ياسرون منجست يأيون هلمجن بمي سما بتوقت نبي يوسف يا هلمو مياز وكذب جان مكنياتهم هلمو فتشو من نبرة سبات أمت ملو زنابم عزرتهم منهم يجينينا كذاب ولا جن سبات أمت دجمو ليلة رهاب درك يمو لبت أمت يمت عليهم الله سلازي إيه هلم بتعام أساس سبب سلازي ليلة وقرتو يسون متاسر عند دردر ساعة كرب أني يهن هلم دفع تلاشو كفلقاشو فتونينا ويمنا بلو وريسا بزا من دنا يدرجو نبي الله يوسف هلمو بتعام هذا جنانو سلازي طوله من نجار اللبت بلو تزرعون سبعة سنين دأبا ليلة وقرتو السون كهلمو في تشيبو على شلمات لستة وسيلجن شلمات لست أو سيل يادرقون نقراتشوال مجمع راقن إهنن يا من دنو سمو يهلمون فتشيقن بتا ملكتا يا لمنن كدما دردر كتتا فتشون نيستاتشو لمن كهزب قار سلمي ياز يا باي قدم كهزب كدهنت كيتوبيا قار ميازنو كالإلنا قار ميازنو يا يوهات يا عابي يا بلسقنا يمن هلوم ألافين قرن قن كزاوتش يالوت يمي موت يونتشو إثيوبيا وليم كان يجا متكوي كالجلجو تشاتشن جا متكوي يونتشو إثيوبيا قدايقن أسهل بيتشانو متايو سلازي نبي الله يسوف يهاجر قداينا يهزب قداي ميايبت منتصرنا إيه ياسرون منقست ميايبت منتصر يتلي عيسل هنا منالة بكتتا تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدت منه منا منالة من مالتنا سابات تامد بدن بارغاتشو كبافيتو بجماري يالف أرغاتشو زرو علاج سرو لفوال كسبات تامت هذا الرشوت كذابوا على سبات تامت ثم يأتي من بعدها عامون كذابوا على بتعم كباريونو عمتوش متقلو بزو تجروش ميمتوا باتشو سبات تامت ليلة مالت النزام سباتون يكون تباتشو متكم لينور باتشونو إلى سلازي النزي سبات تامت يمتداون خير قوت باش تتاقماتشو كذا يترفون با قوت راس كمتاتشو لسبات تامت با تتاقمو بتالاتشو يميلون فتشي نقراتشو كذا جن يهن يمسل فتشي هلونم يهن هلم كجاتنو يالو يالفو تنيوانا هلم يفتالتي هونو نقوس جن بتعام سلتا دستا منالة نا بيتا منغستوس تيوانا نقر لارقهالو لش هلمهالو بازي قزي تدرادر آي أني شلماتينم كما قبلي بفيت كما فتاتين بفيت نسعهن نايلي كبر لين يقبال سلازي ازي سر بيتو ستي قباهوت سيتو تشوب وانجلوين يالا تهقنو زي قباهوت سلازي سيتو تشوب تيقول لين اوناتني وانجل سر اتشالو عالسرعو ياتشي وانجل سر تهل بلا با مزمو تفتسمهال ويم لتفتسم موكرهال يالا تشين سيت تيقل لين انا نسعنتي يتاوج كزابوالانو موت او بلو نو نسهن اي تاوج كذا والانو موت اوال كذا سيتو تشو سيتايقو حاشالو بفتصوم سو اندزي اينت نگر اي سرام اندوم ينيا نفس نو طفات يسراو امنت شلال الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي اني نين راسي بزي چگر است اكتتكوتنا اسو فتصمو اندزي اينتون نگر يمي ادرق ايدلن بلا مسكره چلت سيتوچو مسكرولت كذا بوالا نصحناو كترگاگت بوالا اهونم ليلا نگر ميگرم نگرال اهونم اندي اينتو تنقطو يوطابتنا راسون ياسرون منگست انكون
على جلجل ما العالم عاونم يونش بوتها جبتو عجلجلو هزبون مد كم سلامي فلج من على اجعلني على خزائن الأرض إنين يا زيه شجراتشو مفتشا يجوترا هلا في أرجين يا كازنا هلا في تريجرر أرجين يا جنزة مينسترو أرجين بلو تيجك إهينا عاونم مسلمين كريستيانين مندنين ساتل لا هزب لا ما جلجل ستلنو من برد على بنجي إنك تمرد እንዲ ሰራለው በለ የጎጥ የጎሳ የቡድን ሐሳብ አትያዝ የትም ግባ እስልምና ጉዳዩስ ግባ በተከነቱስ ግባ ይሄ ሃይማኖትን መታገለግለ ግን የሀገር ጉዳይ ውስጥ በመትገባበት ወቅት ግን ሚኒስትር በመትሆንበት ወቅት የካንቲባ በመትሆንበት ወቅት ወታደር ፖሊስ በመትሆንበት ወቅት ግን የህዝብ ኃላፊነት ነው የምትወስደው ስለዚህ ነብዩላህ ዩሱፍ እዚህ ጋር እንደ ነብይነት አይደለም አክት ያረጋው ምንድነው ያለው እንደ ገንዘብ ሚኒስትር አድርገኝ እና ከዛ ገንዘብ በሰነ ስርዓቱ አከፋፍላለሁ ምክንያቱም ይሄንን እህሉን ለዘመድ ለምናምን እንደፈለገ ምረጭ ነገር ኖሮ እንዳለ ህዝቡ እንዳይቸገር ማለት ይሄ ስለዚህ ምረጡኝ የሚለው ሐሳባችን በዚህ መንፈስ መሆን አለበት አሁን ምርጫ ምትነሳሱ ወንድሞች እህቶች መመረጥ ትችላላችሁ አንዳንድ የስልጣንን አንፈልግም ስልጣን የፈለገ ሰው ምናምን ይል እስላማዊ እንትናል ያ በጣም ሰው በመላበት ጊዜ ነው ግን ማንንም ውሸታም መጥቶ እንዲያረግላችኋለሁ ያለ የፎከራ በሚሾምበት ቦታ ላይ ግን ኖ እኔ ነኝ ትክክለኛ እዚህ ቦታ ላይ ላገለግል የምችለው ህዝብ ብለን ካመንን የምራችንን ለገንዘብ ለስልጣን ለሹመት ለመንበጣረር ሳይሆን በትክክል ሀገር ለማገልገል ከሆነ ተነስተን ሁላችንም እንዲህ ቦታ ላገለግል እፈልጋለሁ ማለት አለብን ፕሮፖዝ ማረጋለ ህዝቡን ማሳመን አለብን እንዲህ ባደርግ እንዲያደርጋለሁ ብለን እውነት መናገር አለብን ወንዝ በሌለበት ድልድይ ያረግላችኋለሁ ያለ ሚዋሽ ወይም ምንም ለህዝቡ ለመስራት ሳይሆን ለሆዱና ለራሱ ብቻ የሚያመቻች የሆነ ባለ ስልጣን ለመሆን ከመያወሩት ለመጽዳት ማለት ነው በዛ መሰረት ትክክለኛ የሆነ አቀራረብ ቀርበን ህዝቦችን ማገልገል አለብን ከዛ አኳያ የአባይ ጉዳይ አሁንም የትግራይ ችግር ይያለም የኦሮሚያ ችግርም ቢኖር በአፋርም ችግር ቢኖር በሁሉም ችግር ቢኖር አሁንም አባይ አባይ ማለታችን አንተም የሁሉንም ችግር ሊቀርፍልን ከሚችሉ ታላላቅ የሉዓላዊ አጀንዳዎቻችን የሀገር አጀንዳዎቻችን አንዱ ስለሆነ ስለዚህ አሁንም አባይ አባይ እላለሁኝ እና አባይ ተገድቦ ሪባን እስኪቆረጥ ከተቆረጠም በኋላ ደግሞ እንዴት አሳናጥምድ ብያወራለሁኝ ገና እንደገና እንዴት አድርገን እንትኑንም እንጠቀም የሚለውን ገና እናወራለን ስለዚህ የአባይ ጉዳይን መስማት ቋቅ ያለው የማይፈልግ ምናምን አዝንለታለሁ ምንም ላረጋልችልም እኔ ግን እስከሚያልቅ ድረስና አባያችን በእናት ድረስ ማንንም በዛ ሰበብ አገራችንን ከመተራመስ እስኪቆጠብ ድረስ ራሳችንን ችለን እስክንቆም ድረስ እናም የተሰደዱ በየቦታው ያሉ እህቶቼ ወንድሞቼ በየበረሃው በየባህሩ አሳ የሚበላቸው ወይም ያሳነባሪ ራቶችና የበረሃ ራቶች ወይም ደግሞ የአረብ ማላገጫ የሆኑ ቤተሰቦቻችን ወደ አገራቸው እስኪመለሱ ድረስ አባይ አባይ ላለሁ بالمفاوضات او دونها ماضية إثيوبيا في التعبئة الثانية لخزان سد النهضة بويتم هنا يالويت أديسابا ويم إثيوبيا يهولت تنياون مليت لمملات والسنالج تمولالج إهن ونفلق موقف كرره للعلن المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإثيوبية በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የህግ አስከባሪው የሆኑት ወይም የህግ ተጠሪው የሆኑት ሰው ይሄንን ለዓለም ደጋግመው አሳወቁ ኢትዮጵያን ፍትሃዊ የውሃ መጠቀም መብት የሚቀርን من حق اثيوبيا ان تستفيد من مياهها አቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ኢትዮጵያ በውሃዋ የመጠቀም መብት አላት ማንም በውሃዋ ወይም በጸጋዋ የመጠቀምን መብት ሊነጥቃት አይችልም حوالات المصرية والسودانية غير مقبولة ማንኛውም ይህንን ከግብጽና ከሱዳን የምናየውን የተለያዩ ሙከራዎች ማንም ተቀባይነት ሊሰጠው አይችልም المفاوضات ستستمر اذا ارادوا ذلك ይህ ውይይት አሁንም ይቀጥላል እነሱ እስከፈለጉ ድረስ
يفلقوا يوايو بايفلقوا يوايو هي ينيا قداي ايضا لما ميلو يمسلا. التعبئة الثانية ستنجز في موعدها في يوليو القادم. بفي تاتشن جولاي لاي يهولتن يوم مليت بجيزيونا بساعتو يفتس أمال. وسنكمل بناء السد. الترجمة بازيوم يا هداسي قدبنم قنباتها نام ولا لن نكتل. المحتملة لهذه التصريحات على الواقع هي 13 مليار متر مكعب من المياه. كذيه نققرم يميوت أو أسراسوس نتب أمست بيليون متر كيوب وهان ميازن. سيحتجزها السد هذا الصيف. كذيه كرمت يه قدب يميقات تروها يهونا للال. هل جزي هينن سأل ساي إيه كهلا يا هون يا لون هيتشن سأل ساي تزميلين يا شيء لا 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 مثل واسيتيون نا هونم ولتني أو دقمو تملتا راسوان سيتيو متى لا 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 مثل يا شيء وتاتهتاتشن سوان اسكم ما يدرس هونم نافكونيال نا يا ولتني يوم يا داسي قدب يا ولتني يوم مليتم عند زاو مولتن لا 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 من اللبت كان الله يا كربو የተለያዩ ችግሮች አሉብን ግን የዛ ችግሮች መፍቻዎቻችን ቁልፍ ከሆኑት ነጥቦች አንዱ እሱ እንደሆነ ስለማምን በዚህ ኢንሻአላህ አንድ ነገር እናገኛለን ብዬ አስባለሁኝ ስለዚህ አሁን ከነገርኳችሁ የነብዩ ዮሴፍ ታሪክ አኳያ አሁን እዚ ላይ እንድናወራ መፈልገው የትግራይ ጉዳይ አይደለም የኦሮሞ ትግራይ አይደለም የኦሮሞ ጉዳይ አይደለም የከምባታ የሐድያ ጉዳይ አይደለም እንድናወራ መፈልገው እኛ የተለያዩ ችግሮቻችንን ሊፈቱ ወይም ላይፈቱ የሚፈተፍቱ ብዙ የሆኑ እንትኖች አሉ። ብዙ የሆኑ ምንድነው ይባለው የሚባል ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ። ከነዛ ለየት ባለ መልኩ ካሉብን ችግር ጋራ ግን አንድ ብቻ አሚያደርገን ይሆነ በአባይ ጉዳይ ላይ የሚደራደር ካለ በቃ ይውጣ ከኛ ጋር አያውራ አያስፈልገው ወሬው ያ ነገር እስኪፈታ በአባይ ላይ አናወራም ያለ ሰው ይጠብቅ ያ ጉዳይ እስኪፈታ ለምሳሌ የሆነ ሰው ታስሮብኝ እኔ አባይ የሚባል መስማት አልፈልግም ካለ እስኪፈታ ይጠብቅ ችግር የለው አናስገድደውም እኛንም እንዳያስገድደን እሱ ሳይፈታ ሌላ ነገር አታውሩ እንዳይለን አደራ የትግራይ ጉዳይ እስኪፈታ ድረስ ምንም የአባይ ጉዳይ መስማት አልፈልግም የሚል ካለ መውጣት ይችላል ምንም ችግር የለም ገኛ አትረብሽው እኛ ምን ፈልገው ባሉብን ችግሮች ውስጥ አባይን ማስገደም እንፈልጋለን ይሄ በቃ አላማችን ነው አባይን የሱዳን ጉዳይ ከአባይ ጋር ስለያያዙት እንደዛው እነዛ ችግሮች የሎአላዊነትና ታላላቅ ሁላችንም ያያይዙን ጉዳዮች ላይ ለማውራት ነው እዚህ የተሰየም ነው ስለዚህ ይሄንን የተስማሙ ወንድሞችና አህቶች በጣም ብዙ አልሐምዱሊላህ አብረን ብዙ ተጉዘናል እስካሁን ድረስ በትንሹ ለሰባት ወር ተከታታይ የሆነ ሁለት አራት አምስት ሰዓት አንዳንዴ ይያወራን ሄደናል አንዳንዴ ሁለት ጊዜ ፕሮግራሞች በአንድ ቀን ስለዚህ በጣም ወደ 8 እና 9 ወር ድረስ እናወራ ነበር ስለዚህ ያን ጠብቀን ክርስቲያን ሙስሊም ትግሬ ኦሮሞ አማራ ሁሉም የሀገር ዘር በሙሉ ሁላችንም እንደተዳቀልንም ተነጋግረናል ስለዚህ ባለን ኤክስፒሪየንስ አሁን ምን ፈልገው የሚዲያ የዚ ፕላትፎርም የሚያስማሙን ነገሮችን እንደ ሀገር እኔ እና ፋሲል አብረን ኳስ የተጫወትንበትን እናወራበት እንደ ሀገር የእማማ የማሜናት የሄሩትናት የቀለማናት ኑቡና ጠጡ ተብሎ እኛ ቤት አብሮ ቁጭ ብሎ የሚጠጡበት አንተ የሄሩትናት ሳይመጡ ቁርስ ምንድነው የቡና ቁርሱን እንዳትነካ የሚባልበት የሆነው ያ ከዛ በጋራ ሆነው አንድ ቃጠሎ ቢነሳ በጋራ የሚያጠፉበት በጋራ የሚራቡበት በጋራ ተበዳድረው አንድ ጉዳያቸውን የሚዘጉበት ሰርግ መጣ በጋራ ልጆቻቸውን የሚድሩበት ያን ኢትዮጵያን የሚያሳየን የሆነ አንድ ፕላትፎርም እንፈልጋለን በቃ ሌላው እንደፈለገ ሰበር ዜና ተሰባበረ ገሌ ሰበር ዜና እንዲህ ቦታ 7 ሰው ሞተ 30 ሰው ተቀበረ ወደመ የሚሉን በጣም ብዙ አሉ ግን እንዳልኩት ባለፈው ጊዜ እነዚህ በሙሉ ቢቆጠሩ እነዛ የቀሩትን አንድ 19 ምንድነው 119 ሚሊዮን ብያለሁ 100 ሚሊዮን ወይም 1 ሚሊዮን ይሙቱ አላልኩም አልወጣኝም እንደዛ ሚልም አፍ የለኝም ማንንም መሞት የለበትም በእኛ ኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የምትበር ወፍ እንኳን ያለ ምክንያት እንድትሞት አልፈልግም ነገር ግን እኛ የምናወራው ስላሉትም በሞትና በህይወት ማል ስላሉት ነው አሁን ወያል ሞቱ አልተገላገሉ
ويدقمو النورو نورون قوشاشاو هميتاتو ارشاتشاو كساماي بيتشاب بمانغاتات يتأبكو يالو يكسو يتأكورو يتسكعيو بانشات بواقباتشو لاي بمشاكم يقوبتو اينو تشاتشاو اف بمالات اسات يتأفو لجو تشاتشون عرب اگر لكو لاقباس التلاتشو ياتشي بر متقول لسلامي السلاتشو يامن ماقبات نوسكار فشسري ميلوت عاتو تشاتشن الناتو تشاتشن የነሱን ህይወት መለወጥ እንችላውና ማአት ደግሞ ደ 100 ሚሊዮን የሚሆኑ እህቶቻችን ውጭ ሀገር ሆነው ባሌ ኢትዮጵያ ነው ያለው ሳውነን መጋባት አልቻልንም እሱዛ እሱዚ ሆነን ተሰቃየን እንደው ምንድነው መስመክረን የሚሉኝ ወንድሞች እህቶቼ እንደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገሮቻቸውን አስተካክሉላቸው አገራችን ይህንን ያባይ ጉዳይ ገድባለ ስራ ፈጥራ በቃ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰራተኛ የተባላችሁ በሙሉ የሰራተኛ ጥረት አለብን ኑና ስሩልን የምትባልበት አገር እንድንፈጥር ነው ፍሎሪዳ ወይም ሃሎ የመጀመሪያው ሰው ላድርገ ኡስታዝ ጀማል Yes, some are London. Tanas. Tanas. Avrish Talen. And I'm not any one. Salam, Neng, you want to Malam? Live lining? How? Shi, Yalacho Balalu, Florida, Moro. Shi, Tadar goes raw with Amen, Yavaka, Hagari, like Mugazim Tasfa, or Jalau, Gungi, you will let Tasfa. Tilik Tasfa, such as on a Nasra and Bakalana Granda Tile. ብዙ ሰዎች ቸኩለው በቃ የጂ እንትሪ ከብት ቀንደና ካሽ ከሆኑ እንደ ሀበሻ በቃ ያገኙትን የሚተፉ ሰዎች ምርጥ ያለ ለሀገር አንቂ ለሀገር መካሪ የሆነ ስራ ስለመሰራ ፈጣሪ ስራን ያከብርልን አሜን ያኖርልን በጤና እድሜ ጤና ይስጥልን አሜን ሌላው እንግዲህ አንዳንድ ደስ የሚሉ ልብ የሚነኩሩ ወገኖች አሉ በሀገራችን ውስጥ እንበስ እንድናረጋ አንዳንድ ሰዎችም ቀርበው ሲናገሩ ሰምቻለሁ አንተ ልካስገብተኝ ደስ ብሎኛ ሀገሬም ባለፈው አሁን በቅርብ ጊዜ ሰማሁት 600 ካሬ ሜትር ነው ምናምን አገኘው ምናምን ያለም አለ በዛ መልኩ የጠየቅነው ነገር አለ ግን አንተ ደግሞ አሁን እዚህ መንግስት አንተ በመሰራው ስራ ላይ ምን ያህል ትኩረት ሰጥቶ ያንተን ስራ ያንተን ስራ በቃ ከካሉት መሰላሎች በላይ ሀላይ መስቀር እንዳለበት አምናለሁ ግን ሰዎቹ ይሄን በዚህ ስሜት በሚነካ ነገሩ ተስማምተው ወደ ሀገራቸው ሊሄዱ ለሚችሉት እንቅፋት ይሆኑት እንቅፋት ይሆኑት እኔ አሁን በጣም በሌላ ጊዜ በግል መስመር በዚህ ስልክ ብደውልልኝ ማወራ ብዙ ትልቅ ጉዳይ አለ አንድ ነገር ጠይቀህ ለሀገርህ ገንዘብ ይዘህ ልትሄድ ልትሰራ ስራ ልትፈጥር ስትል እንቅፋት የሆኑ የደነዘዙ የራሳቸውን ህይወት እንጂ ሀገሪቱን የማያዩ እልም ያሉ በቃ የደነዘዙ የሞቱ በዛ ስራ ቦታ በቃ የማይመጥናቸው ሰዎች ቁጭ ቁጭ ያሉትን ዶክተር አብይ እንግዲህ በእያንዳንዱ ካቢኔት ሄዶና በእያንዳንዱ አየው ግን የሱ ስራ አይደለም የሀገር ነው የአንተም ቢሆንና ትንሽ እንደዚህ የሚጠቁሙ ነገሮችን እስኪ እንደ ሳብጀክት ብታመጣውስ ምን ይመስልሃል እና ብትረዳን በሀገራችን ላይም በውጭ የሚኖሩ እንዳልከው እንደተባለው ኢጂፕሽያኖች በሀገራቸው ላይ አይደራደሩ ቢሞቱ በቃ ሲጀምር ጀምሮ አንዲት በቃ አንዲት ድሮፕ ውሃ እንኳን አንሰጥም እያሉ ሲሞክሩ የነበሩ ናቸው እና የምናውቀው ነው እና ፈጣሪ አንተን ስራ ይባርክልን በሀገራችን ግን በመንግስት ደረጃ በጣም ይወደቅነናና አሁን አንተ አይነት የሚሰራውን ሰው በትክክለኛ ሰፋ ባለ መንገድ ገንዘብ ኢንቨስት አድርጎ እንኳን በአረብኛ አሁን በአረብኛ ተናጋሪ ችግር የለብንም በደንብ እንዳንተ እንደ መሐመድ ሙርሲ አመንደማን ነው እንደ አሩሲ ብዙ ሰዎች ብቅ ብቅ እያላችሁ ነውና በጣም ሀገራችን ደግሞ ዳይ ሃርድ በደንብ የምትወዱ በቃ ልብን በቃ የምትነኩ የምትጣፈጡ ዜጋዎች ናችሁና እናንተን የመሰሉ ወንድሞቻችን በሚዲያ አቅርበን ይህንን ጭፍን ያለውን የኤክስትሪም የሆነውን የአረብ ሚዲያን መዋጋት እንዳለብን መስት መሆኑን ይህንን በቃ አዌርነስ ቢፈጠርበትና የአንተ ስራ እንደው በደንብ እንዲያደርግልናና ይህ መንግስት እንዲገባውና እንዲያይልን ብታደርግልን ደስ ይለኛል። እኔ ምንጊዜ ማያለውኝ ደውዬልህ አላውቅም ግን በእውነት ነው የምልህ ከልቤ በጣም አከብርሃለሁ ከልብ የበጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አነ በህበክ አመንከው ብዬ
ትናንትና በጣም ከመወደው ሰው የሰማሁት የተዛዛት ዜና በማቅረቤና ጊዜን ስለባከምኩ አብሽር ማሻአላ እንዲያውን ጥሩ ነገሮችን እንዲመደጋጋሙ በጣም በተለይ እኔ የነብዩላ ዩሱፍ ታሪክ በጣም ነው የሚመስጠኝ ከድሮ ጀምሮ ያው እኔ ብዙ እንትን የሃይማኖት ዕውቀቱ ምለ ያን ያህል ደካማንን ግን በጣም ይመስጠኛል ቁርአን ራሱ እኔ አሁን እንትንስል መጀመሪያ ማንበብ መፈልገውና በተለይ ትርጉሙን በአማርኛም የተተረጎመው በእንግሊዘኛ የማነበው የነብዩላ ዩሱፍ ታሪክ ነው ለምን እንደሆነ በጣም ይመስጠኛልና ትልቅ ትምህርት የሚሆን ነገር ነው በጣም እና ይሄንን መድገም ከዚህ በፊት እንትን ብለዋል በተደጋጋሚ እየተደጋገመ መነገሩ ጥሩ ነገር ውሸትን እኮ አንዳንድ ሰው ይደጋግማል እንዲያምንለት እውነት የሆነን ነገር ደግሞ እንትን ማለቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዙ ሰው አንድም ሰው ከተቀየረ በዚህ ባንተ በምታደርገው ነገር እንደ ስኬት ነው የሚቆጠረው ማለቴ ነው ብዙ ሰው የማያውቀው ሰው ይኖራል የነብዩላ ዩሱፍን ታሪክ የማያውቅ ሰው ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል ዝም ብሎ ሙስሊም ተብሎ ወይም ደግሞ ክርስቲያን ተብሎ ግን ስለ ሃይማኖቱ ብዙ እውቀት ያለው ሰው በጣም ደካማ ነው እና እንደዚህ የደጋገምክ ማምጣት የሆነን ነገር ሁሉንም የሚያስማማ ነገር ነው እና በጣም ጥሩ ነገር ነው እና ለወደፊቱ እንግዲህ አንተም ዜና ስታቀርብ ላላምን ነው ማለት ነው በጣም የማምነው ሰው ነው ያን የሆነ ዜና ያቀረበው ግን ውሸቱ ነው በመገኘቱ ገርሞኛል እኔ ራሱ በጣም ገርሞኛል እስካሁን ድረስ ይገርመሃል በማህተም በምን የወጣ ማህተም ሁሉ አሳይቶ ከመንግስት ጋር የተፈራረሙበት ብሎ ነበር ያወጣው እና ከዚህ በፊትም ታማኝ የሆነ የዜና ምንጭ ነበር ግን እሱም ተሳስቶ ሊሆን ይችላል ይቅርታ ለማንኛውም ምንም ችግር የለውም አብሽር ንሻላ ወንድሜ ጀዛከላ ጊዜን አልውሰድ አሰላሙ አለይኩም መርሃም ንሻላ ዋለይኩም ሰላም በነገራችን ላይ ዒሳ ሰዒድ መስመር ላይ ነህ ጠብቀኝ ትንሽ ደቂቃ የወሬዎችን እናጣራ የተባለው ሰዎች ውሸታም ናቸው የሚል አሰምፕሽን ይዘን አይደለም ማንም ሰው ምናልባት ሲሰማ ተሳስቶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምናልባት ቃላት ተለዋውጦበት ሊሆን ይችላል ሌላም ምክንያቶች ሰጥተን ነው ምክንያቱም ይሄ የቁርአን አንቀጽ ለምሳሌ ማንም ሰው ወሬ ሲሰማ አጣራ የሚለው የቁርአን የወረደው ነብዩና ሳቸው ተከታዮቻቸው ላይ ሆነ ማለት ሰሃባዎቹ እነዛ ምርጥ ሰው የሚባሉት የነብዩ ተከታዮች ነው የወረደው ይሄ አንቀጽ ያ ማለት ነው እነሱ እንኳን ቢሆን ማከላቸው የሚነዙ ወሬዎችን ማጣራት አለባችሁ ከሚል ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ቅጣት ሁሉ ተቀጥቷል በእነሱ ማከል እነዛ ምርጥ የሚባሉት ሰዎች ራሱ ማይሆን አንድ ሰው የፈጠረውን ወሬ አራግበው ከዛ በኋላ ቅጣት የተቀጣዋሉ 80 የተገረፈዋሉ ከነሱ ውስጥ እንኳን ማለት ስለዚህ እገሌ ነው ብለን ሳንል ማንኛውም ሰው የሚያመጣልንን ወሬ ማጣራት አለብን ነው በቃ ያ ሰው እንደሆነ ከማምነው ነው ያገኘውት የሚባል ነገር የለም በቃ ከማንም አገኘው ግን ማጣራት አለብን አለበለዚያ ምንጩን መናገር እንችላለን ከገሌ ነው የሰማሁት ብለን በተለይ ህብረተሰብን የሚጎዱ ወይም የሰው ክብር ላይ ተንጠለጠሉ ምናም ነገሮች ሲሆኑ ጉዳዩ ትንሽ ስለሚጠጥር ነው በጣም ሄሎ ኦኬ መስመር ላይ የነበረው ወንድማችን በጣም ይቅርታ ስቆይበት ወጣ ወንድሜ አብዱራህማን ቀጥል አንተ ነህ መስመር ላይ ያለው ካንተ ጋር ግን ሁሌ መቼ ማስቸግራለሁ አንተን አንዴ
كما جمّر بفيت زيقا بسوبر تشات يقبو واندموش توتشين لامسا قنات شو فكاد اللي داني إيل واندمي كالبي عمسا قنات هلو كزان دقنا دقمو باي مانو أباي أباي إز ماين نلال أباي ينينو يميل واندمين كالبي عمسا قنات لهوين Abba is mine ahunum. The great pleasure in life is doing what people say you cannot do. So watch le adar gut ay chulum bila mtasawa chon negaroj anta adar gah magenyate yemilno. Ethiopia chet tasfai korat ondo moch betalehin badam bebiayut uruno. Land Z but am kalib biya masaganal lehul gizeba mtah kutar teradanal leh tagzanal leh. Ndazio muntaha muntaha. منتهى بتام بتام أمسك إن شاء الله هتي منتهى ليلو إثيوبيا يمنات يميلو إثيوبيا يهول لا تشنمنات سلذي إثيوبيا يمنات يمتلو أنم سوي هتوي مندم بتام كلبي إندزيهو أمسك إن الله هون سمعتوني على ترى أشون دموش توشن قدي كرتا كسبي يايهون أمت أشوالو أبايز ماين تارتشوالو ممبر هنا ليلا عندون دمزي جاي تينال يا منتهى منتهى نات تيبة تامنو ما مسجنش كاتل وندمي عبد الرحمن. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا. أسعد الله مساءكم جميع المشاهدين والمستمعين. مرحبا إن شاء الله. مسبر لاي تبكون إن شاء الله دولاتش يعني السعود لا تشوف سوتش كذا وهلا كتناجر وكتلو تناجر لا تشوف كتلو عند مي عبد الرحمن. طيب أنا عند السدست بجو تشارلي يمجمري عمر جاي بكلمات بس أملكته. كذي كذي قاري تعزو بيونو دسيلينال كم النورات اللي جروش قا. نو نو كشو قاري تعزو نابزنجو. كان كان بتلاقي عطو مانو دكتور تيدروس أدهانوم كان كان نورمال يتوابلو يعلم تينا درجتني مرالو دك بتقل جيزي درو بنا يدرو سميتنا صباحونو مثلي ما تم عون إساس ليني سمو يهلا تاوي زيجي جتلي نتا تكرني عمر جامو كارساتشن دوات عالكو لزينو مانن ياهم بتالي كساوش غار منامن يتعازو نغروتشن سيهونو بتالي دقمو كاليلا ميديام غار يتنكاكو سيهونو انيا كمنا ورابت نغر شفت سلميا درغون عندو لكاد اللم ليلي چلال عدبيون نغر ليلي چلال سلزي مور ينيان علاما ينيان پلاتفورم انت عبد الرحمن بتالي يبلت اكمان بلا يتردهو سونهنا بتالي متن استيكا درغ زيو بنياو عهم بمنا وراتشو زورياوش لي بمنا يعني ستتسون بس ملكت يشي قرأيون ستتسع بس ملكت يعني أن نقروش إياد الرقوسلون بتالي إنان تا أمريكا وستيال لاتو سووج ييتو قيم باسيم بزا أمريكا وستيال لو بتالي باعتو مان بدوكتر تيدرو سادحانوم داي ييتو قيوز لالو چكر هلو نقر يسر ريالو تسا چونا چونا ليو تنكا قيندي درقنو بغلتن ياد رجا سودان قدبون بس ملكت بيوهين እና በአሜሪካ እንድታሸማግል ግፊት እያደረገች ነው ይሄንንም እንትን ግድቡን በተመለከተ ማለት ነው ግብጽም ይሄንን ጉዳይ የሱዳንን አራያ ተከተለ በሽምግልናው ዙሪያ እነዚህ ሶስቱ የዓለም ድርጅቶች እንዲሳተፉበትና ሽምግልናውን እንዲሄድ እያደረጉ መሆኑን እቺን መረጃ ለመስጠት ነው ሶስተኛ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ዲፕሎማቶች አቶ ደምበቀ መኮንን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በደንብ እየሰሩ ሲሆን ግን ዲፕሎማቶች በተለይ ውጭ ዓለማቱ ላይ ያሉ በዶላር እየተከፈላቸው ያው ትንሽ ያለመዘና ያለመስራት ነገር አለ ያቺን ነገር እንድንያስቡበት ነው በአራተኛ ደረጃ የውጭ ሚዲያ መንግስት የተወሰኑትን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገቡ ከማድረጉ የተነሳ ወያኔ ይህንን ምክንያት አድርጎ ተጠብቆ ያዎችን እንዲሰጡ የተወሰኑ ሰዎችን እንደመደበና ለዓለም ሚዲያ እዛ ለገቡት ለተወሰኑት ማለት ነው ይህንን የማዛቢያ ነገሮች እውነታውን እንዳይይዙና ጫና ኢትዮጵያ ላይ እንዲደረግ እያደረገ መሆኑን ችን ለመጠቆም ነው ቀደም በተናገርከው ጉዳይ ኤርትራ መግባቷ ምናምን በሚባለው ምናምን ያ ችግር የለውም ያው የዛሬ ውይይታችን ስለሆነ ለምን
እነሱ ሚሳኤል ያደረው እየመጣ ተነበረ ኤርትራ መታረ ለሚደበደበቻቸው በዛ ሰዓት ስለዚህ እነሱ ያኒ ከመንግስት ይሄ የመንግስት ስራ ቢሆንም ያኒ ነገሮችን ባናካብደውና ሰው በእነሱም ተበደሏልና ያኒ ሁኔታዎችም አርቀን بنናሰባቸው ከሚለው ነው በተረፈ ግድቡን በተመለከተ ከስናንቱ ዲያ ዶክተር አብይ ያው ይሄም ግድቡ የራሳቸው ከመሆኑ የተነሳ የተናገሩት መረጃ በጣም ልቤን አርክቶታልና ናውን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አለ የጨዋማ እንትን እሱ ነገር ተበትኖ እንዴ ዝናብ ማዝነብ እንደሚቻልና መሰለን አሁን አዲስ አበባ አካባቢ ላይ እንቶቶ ላይ ያንን ነገር ያዩት ልጅት ይደረግ ያዳመነው ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ ከመሄድ ያንን ዝናብ የሆነ አውሮፕላን አላሉ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ የሚመጣ በተለያየ አይነት ቦታ ሁሉም ቦታ ላይ ማዝነብ ይቻላልና እቺን ነገር እንደው የተናገሩ ነገር ልቤን ደስ ስላለችው እንደው ህዝቡ ቢመለከተው ጋብዛለኝ ይሄን ለማለት ነው ስለተባለ ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ቴንክ ዩ እንግዲህ ወንድሞች እህቶች በጣም ከይቅርታ ጋር አንድ የዙም ኮንፈረንስ አለን በዚህ በአድዋና አድዋ ጋር በተያዘ እዚህ አካባቢ ህብረተሰብ እና ያንን ኮንፈረንስ የግድ መሳተፍ አለብኝና እኔም እዛ ላይ ተናጋሪ ነኝ ኮንፈረንሱን በቀጥታ ኒው ፔጅ ላይ ዙ ላይ እንትን እንዲል ፔስት እንድናደርገውና አብረን እንድንሳተፍ እዚው ላይ ፖስት አረግላችኋለሁ ከዛ ለክ እሱን እንደጨረስኩኝ ተመልሼ መጥቼ አንድ ሌላ በጣም ወሳኝ ኢንፎርሜሽንም ስላለ ከአባይ ጋር በተያዘ እሱን አክይላችሁ ከዛ በኋላ እንወያይበታለን አሁን ግን እዚው ላይ እንድሰናበታችሁ ፍቀዱልኝ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ እነሱም እየጠበቁኝ ስለሆነ ግን ውይይቱ በቀጥታ በኔ ፔጅ ላይም ከተቻለም ዩቲዩብም የሚገናኝልኝ ከሆነ እሞክራለሁ አለበለዚያ ግን ውይይቱን ከነሱ ጋር እንደጨረስኩኝ ተመልሼ እመጣለሁኝ ለአሁን እዚው ላይ ሰናበታችኋለሁ እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልቤ እያመሰገንኩኝ ደህና ሁኑልኝ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله سلام إذنتنا بركته لولاكم يهون دهناهون